آسفين على الخربطة. راح نرجع نعطي درسنا، درس الانديزاين. اليوم في عندنا موضوعين ممكن احنا نتطرق عليه إن شاء الله. الإكسبورت أو تحميل معلومات من إكسل. في عندنا حاليا كم ملف ممكن احنا نشتغل عليها عفوا على اكسل. طبعا احنا عندنا في برنامج انديزاين ممكن احنا نجيب جداول من اكسل ومن وورد ومن ملفات عدة ممكن نشتغل عليها على انديزاين. الملفات أنا ممكن بالكنترول شيفت في أصير آخذ الملف اللي أنا بدي إياه من هون مثل هيك، أو ممكن أنا آخذ الملف من هون وفورا أسحبه على هذا المكان ما شايفين، ولكن أفضل أنا لما أعمل Ctrl Shift B أو من هون أعمل عفوا أعمل Place Ctrl Shift B أروح على الملف اللي أنا بدي إياه وأخذه. مثلا أنا بدي أخذ هذا أحط Show Import Option، ممكن أعمل له Create Static Caption أو أنا أرسمه لوحدي. من هون لما أعمل له خصوصا ملفات إكسل أمحي هذا الرمز أحط له F10 ومن هون أنا إذا بدي أظل على الستايل اللي مساويه بإكسل مثلا الملف، خليني أفتح الملف اللي إحنا فاتحينه هون. شوفوا هذا الملف هو اللي إحنا فاتحينه هناك، في عندي أنا هذا الستايل. فلما أعمل له formatted table عفوا هذا العفو بس مو ظاهر عندنا البرنامج. لان انتم معايا طيب، انا من هون في عندي شغلتين بالانديزاين، ان اقدر اصدر ملفات من خارج انديزاين من اكسل وورد مثلا. فطريقة اني ادخلها الملفات اما من فايل اسوي place او control shift p، هذا هو اختصارها. لما اختار ملفات، هاي ملفات اكثر ممكن اخذها، ممكن اخذ انا من ملفات الوورد مثل ما عندنا هون سويناها بالدرس اللي قبله. انا افوت هون اخذ مثلا تبع الاكسل، انا لما ما احط له هاي راح فورا يعطيني الملف. شوفوا يعطيني فورمات عادي، انا لا، انا بدي اخذ الملف واشوف الخصائص اللي انا اساويها. هذا هون الاتش 17 اشيلها احطها اف، اسويها احطها اف 10. من هون اسوي له فورمات التيبل او ان فورمات التيبل، خلي لي الجدول بدون الفورمات أو التصميم اللي موجود عندي هون بإكسل. شوفوا أنا الملف اللي آخذه هو هذا، وهذا الملف لما أحط له فورمات التيبل شوفوا طلع لي الخط، إنه الخط مو موجود أنا عندي، أعمل له سكيب مشكلة. لما أدخله شوفوا أعطاني
التيبل نفس اسمه موجود بخطه بحجمه. طبعا أنا هذا خلينا نختار نختار ملف أكبر. أنا هون إذا بدي أدخله هذا ساوي مثل ما قلنا خليه فورمات تيبل الاسكيب اللي بهاي الطريقة. شوفوا هذا النص مثل ما كان موجود بإكسل، أو للطريقة الثانية أعمل له import وأعمل له unformatted table. طبعا هون unformatted tab بالتكست ما راح يخلي لي الجدول، وهذا ما يضل طعمه أصلا. أنا ليش جايب التكست من إكسل؟ عشان يخلي لي الجداول. طبعا لازم نحط هاي بس 10 من هون بعد ما أحطها راح أرجع أحط لي تيبل سوالي أفهمت التيبل نو تيبل ستايل طلع أوكي. زي ما شايفين هون أنا ممكن أتحكم بالتيبل بشكل كامل. طبعا هو نزل لي الستايل ولكن ما هو متعلق ستايل بإكسل. أنا من هون في عندي قائمة كلها اللي علاقة بالتيبل ستايل. شوفوا هون تيبل ستايل ما لقيناه هون، نروح على ويندو، نروح على ستايلز، على من هون نلقاها تيبل ستايل هيك. أنا من هون نفس ما كنا نساوي الباراجراف ستايل ممكن بالطريقة نفسها نساوي التيبل ستايل. أنا لما أحدد هاي الجهة راح أحدد لي هذا، لما أحدد بيطلع لي هذا السهم راح أحدد لي إياه بالعرض، هيك أحدد لي إياه بالطول نفس ما موجود ب إكسل. طبعا أنا هون شوف مثل ما ملاحظين عندي واحد زايد. أنا هون بس أضيف وأعمل كنترول إيه سواء لكل أسطر أو كل الكولومز. أنا من هون ممكن أتحكم بالتيبل. شوفوا أنا عندي 10 أسطر، من هون عندي 6. لما أنقصها شوفوا تنقص، لما أزودها زود، طبعا لما أنقصها تروح تنحذف. فبهذه الطريقة أنا ممكن أتحكم بالتيبل. طبعا هذا نحط له أي خط مشكلة. أنا هون ممكن هذا كله أتحكم بألوانه وشكل تبعه. طبعا أنا عندي هذا الفوق، شوفوا أنا عندي التكست ممكن أخليه من يمين ليسار، أخليه من يسار ليمين. ممكن مثل ما عرفنا احنا بالبوكس الصناديق نسوي له هاي الطريقة. لما أحددها كلها خلي التكست بالوسط مثل ما شفتم، تحرك التكست صار بالوسط. نفس الشيء ممكن أنا أعدل بألوان الكولوم. شوفوا هنا أنا عندي الكولوم ممكن أنا أغير لونه هذا هيك، ممكن هذولا كمان أغير لونها. شوفوا أنا ممكن أشيل الكلام كله، ممكن أشيل الستروك تبعه. طبعا
مثل ما شايفين أنا لما حطيت زر الدبليو ما بي أي كلام من عندي، لأنه أنا شلت الستايل تبعه. أنا أرجع هون أحط له ستروك الكلام تبع الجدول كامل، طبعا من هون انا ممكن تيبل ستايل هذا مثلا، هذا التيبل ستايل هذا اللي هون انا ممكن اضيفه. شوفوا طلع لي عندي التيبل بوردر، ممكن انا اكبره واصغره، ممكن اعمل له نون، هذا عندي تيبل بوردر. ممكن ارجع من هون هذه التيبل، أرجع تيبل بوردر أساوي له هون، رجع أعطاني تيبل بوردر. طبعا أنا هون ممكن أعدل على كل تيبل ستايل لوحده، مو ضروري يكون جدول كامل. أنا من هون بالإيديت أعمل table border، أعمل له black، أعمل اثنين. في عندي أنا هون row stroke هذا اللي هو، خليني أنا أحدد border لوحده هيك شوفكم إيش معناه هذا. أعمل له edit، أعمل له row stroke every other row، سوي مثلا زي ما شايفين عندي هون أنا ممكن أساوي الأسطر هاي، أساوي لها ألوان محددة من هون
ممكن طبعا ما أعرف في مشكلة هون يحدد الشفافية بس ما عم يحددها. يمكن أنا هون من اللون ممكن أنا أضيف له لون محدد رمادي مثلا أضيفه هون وأرجع على التيبل تايل. طبعا انا بس اضغط شيفت واطلع لفوق بالاسهم يصير يحدد لي الاسطر اللي انا بدي اياها، او ممكن حتى بدون ما احدد الاسطر بدون ما احددها انا لما اجي هون على الايديت لما احط له الفيل انا ممكن شوفوا ممكن انا اغير له الفيرست من هون ممكن أغير له النكت يعني من هون اللون اللي هو أبيض من هون اللون الثاني اللي أنا بدي أحدد له إياه بهذا اللون. طبعا من هون شوفوا من هون أنا أقدر أحدد وأصغر في التداول هاي أكبر وأصغر على كيفي، ولما أصغرها راح ويستوعب ويكبر الجدول. بهاي الطريقة ممكن إحنا نتحكم بالجداول عندنا في إنديزاين. واضح لحد الآن الجداول؟ في هذا عنده سؤال؟ طبعا هاي احنا نشوفوها هنا مش شايفين انه في خطوط، ولكن هو فعليا ما في خطوط زر ال W شايفين. انا ممكن يعني هذا اخليه على طول الصفحة، ممكن انا اكبر التلامس طبعا ما هو هالشيء دقيق جدا، ممكن ان اسوي تداول واعبيها ولكن عشان نصححها عشان الديزاين بشكل متناسب تناسب أكثر ممكن أو أنا هون عندي هذا لما أرجع على قائمة اللينكس هون
طبعا لما اعمل له امبورت بدي اساوي الستايل اللي انا متعبه، شوفوا طالع لي تيبل ستايل هون، انا ممكن اساوي له احطه بالستايل فور عند انا اثنين، حطيت له تيبل ستايل هون بس احطه فور عند طبعا. طبعا انه هون هذا ممكن ارجع عنه الستايل واعدل الستايل، الحين تصير معقدة بالديزاين من أمامي معطيه ستروك ويرجع يخليه ستروك أو ممكن أحل المشكلة بحضر طبعا أنا بدي أسويها مو من اليمين أو من اليسار، أرجع هاي أساوي لون آخر، أساوي التكست تبعها من هون، من هون ممكن فولدر ما عندي ستروك، ولكن هو عاطيني روب ستروك. في عندي أغلاط كثيرة بين ال إكسل والديزاين، ولكن لما بدي أخذ معلومات بعض الأحيان أضطر هاي الطرق بين الإكسل. أنا أصلاً الفكرة عندي، خليني نشوف هل المشكلة لازم كل أنظر ماتيك تيبل طبعا أنا كنتم شايفين عندي يعني غير
أنا لما أحدد كل تيبل، طبعا لما أحدد وحدة وأحط كنترول إيه راح كل جدول وأخليه جاه في هاي الجهة، وراح يرجع يوجه جاه النص. هيك أنا أرجع أوجه صحيحة. أنا عندي الشغلة الثانية اللي ممكن أستفيد منها في الإكسل، أنا ممكن أسوي بزنس كارد بمعلومات أنا آخذها من إكسل. مثل أنا عندي مثلا هاي المعلومات، أنا أسماء ومعلومات أسماء أشخاص أنا بدي أسوي لهم بزنس كارد. لما بدي أسوي بزنس كارد هذول الأشخاص بدي أسويها واحد واحد، ولكن في طريقة ممكن أنا أساويها من هون، أربطها على المعلومات اللي هون. طبعا أنا أرجع، هذا عندي أنا البيزنس كارد، ممكن أنا أساوي هذا مربع هو بنيم سير نيم، طبعا انا بدي اجهز بس ستايل للناس، مثلا اكبر الخط اللي 18 اساوي وأرجع أساوي هون مثلا الإيميل، أضغط أجمل اللي ريجولر تايتل، هون الايميل، هون الادرس. انا بهي الطريقة لازم اعبيها يعني وحدة وحدة اعبيها واساوي كرت، لكن عندي بطريقة محددة في الانديزاين امحي هذول، أروح على قائمة ويندو، أروح على قائمة تايتل، أروح على ال داتا ميل هون، طبعا لما نفتح كرت ننتبه على المارجن خليه 5 مللي في الكل، نفتح قياس الكرت ما راح نرجع طبعا هذول النصوص انا راح اجي من هون اللي أخذتها من هون من تايتل داتا مير، أنا من هون شوف ما عندي أي شيء، ما طلع لي أي شيء. هون آخذ سيلكت داتا سورس، يعني آخذ السورس اللي أنا سيفه عندي. شلون سيف هذا السورس؟ أنا ممكن آخذه روح على الإكسل أعمل من هون أعمل كنترول أو save as، ما أحفظه إكسل، أحفظه CSV comma stated values. هاي الصيغة هي اللي أنا ممكن أفكر فيها المعلومات مجدولة من الإكسل إلى الإنديزاين.
أرجع هون آخذها، شوفوا طلع عندي النيم التايتل الايميل والادرس، أنا أجي هون حدد هاي، حدد هذا النص، أعمل له نيم، سحبت لهون صار هذا نيم، هذا التايتل، هذا ايميل ادرس، هون الادرس. اجي هون انا بطريقة محددة انا ممكن اساوي يعني انا خلاص انا هون صار عندي هذا مبرمج اني هون عندي النيم والتايتل والايميل ادرس. اجي هون على هاي كرييت مارجن دوكيمنت، لما اضغط عليها يصير يعطيني التحديدات، يمكن اساوي له من واحد، انا بدي بس واحد ما بدي خمسة، انا بدي مثلا من واحد الى اثنين، ما بدي كل الخمس أسماء اللي أنا سويتها بهي الطريقة. وهي ممكن إنه يعطيني أخطاء إذا أنا كان عندي شيء صور غير موجودة، أو يكون عندي أسماء غير موجودة بالأسطر اللي أنا حاطه. يعني أعمل له أوكي. مثل ما شايفين هون، شوفوا صار عندي كل شيء في الأسماء والعناوين والخاصية اللي أنا فيها، حتى أنا ما يعني كأنها صارت مثل ال الداتا اللي موجودة هناك. خلاص أنا خلصت، سويت أسماء مختلفة، عناوين اللي أنا سجلتها على الويكسل. طبعا هاي هون أنا من هون ممكن أصدر الملفات هاي واحد واحد لوحده، ممكن أعمل export من هون، أعمل له إما JPEG JPEG JPEG، ممكن أصدر كل كرت يصير JPEG لحاله لوحده، ممكن أصدره بالأدوب PDF print أو interactive. الانتراكتيف انا للشاشات عندي ما بدي اطبعه، او البي دي اف اذا بدي اطبعه برنت اسميه مثلا كارد، لما اعمل له سيف طلع لي هي الاعدادات الجنرال. ممكن انا اقول له الاول انه كل الصفحات بدي اياها يصدرها، طلع لي اياها كصفحات في حال انا عندي صفحتين جنب بعض مثل الكتب، طلع لي اياها سبريد انه طلع لي الصفحتين مع بعض مثل ما الكتاب هاي، بس نصدر الكتب اللي سويناها سويت اياها او شوفت منها الدروس السابقة. من هون الكمبريشن، من هون انا احدد الريزولوشن للدوكيمنت اللي عندي البي دي اف، من هون احدد الريزولوشن، من هون احدد الستايل اللي راح يقدر عليه اوتوماتيك جي بيج او جي بيج او سي اي بي. انا احنا نستخدم جي بيج لانه احنا بدنا نصدره تبع كل الاحكام، وهي نفس الشيء بالماكسيموم كواليتي. في عندنا الماركس هذول
ممكن إنه أخلي يظهر لي المارك، بس أنا ما راح أظل ما نظهر المارك في المارجن هذول، وعندي بقية الأعداد. أنا لما أعطيه كام ممكن أنا أخليه يحكم من 1 إلى 2 مثلا، أو أعطيه all day تقدر لكل البيت. نعمل له export، أرجع على ملفي شوفوا هاي ملفات ال business cards اللي احنا سويناها. كمان بنفس الطريقة راح أرجع أعطيكم الملف، كرروا ورايا بالعمل عشان تتفقوا معايا. ومثل ما حكيت لكم ممكن أنتم بالستايلات والألوان تضيفوا شيء أنتم ممكن تساووه وتسألوني بالمجموعة عشان تفتح دائرة الأفكار شوية. في حدا عنده أي سؤال ثاني؟ الله يحفظك. طبعا نفس الشيء، خليني أشارككم الأسبوع بالجيبيكس ممكن لما أصدرها هاي لصور نفس الشيء، يعطيني الأول بيج أو ممكن من 1 إلى 4 مثلا يصدر لي عدد من الصفحات. وين افتحي بيت ام سبيد كواليتي، انا احط مكتب كواليتي والكروت دائما هذا ريزولوشن من هون كل شيء مواقع في الانتظار. طبعا هون اذا انا مساوي بليد، انا ما مساوي بليد هون، مساوي بليد اللي هو هذا لما أحط هذا البليد، لما بال export جيبيك أنا لما أحط له use document bleed setting راح يصدر لي حتى هذا راح يصدر لي معاه. ثم قلت لكم أحيانا نحتاج إحنا نصدر هذا البليد حسب المطابع، حسب أنواع الطباعة اللي إحنا نطبع. لكن بهذه الطريقة أصدر إلى صور، أسوي MIK ماكسيموم، أحط الإكسبورت، أرجع للملف شوف أصدر الصور الكروت. إيه إحنا سوينا. في حدا عنده أي سؤال ثاني؟ هون خلصنا إن شاء الله درسنا. أنت حكيت للأستاذ حمزة ممكن إنه ناخذ 3 دروس في الأسبوع عشان هو مضيعين قبل. إحنا تقريبا الدروس الجاية راح تكون كلها مشاريع عملية عشان نرجع يكتسب مهارات أكبر في الإنديزاين. حاليا الأساسيات والشيء الأساسي اللي إحنا ممكن نستخدمه بالإنديزاين إحنا أخذناه تقريبا هاي اللحظة، وعدنا بس المشاريع العملية عشان نقدر نطلع متمكنين من هاي. يعطيكم العافية، هذا درسنا اليوم، إن شاء الله نشوفكم في الدروس الجاية.